ومفيد. ثالث يبسط المساطير، يحل المشاكل ديال الجبايات، ولكن بعض المرات ما خصناش نعطيوها الضوء الاخضر اننا نستعملوه حتى نتاكدوا بانه ما عندوش تاثيرات في مجال الاخر. مثلا وحنا كنا نوضحوا حنا منصات رخص التعميم بالتوفيق انها تشمل واحد المجموعه من الاحياء، لهذا ما خصناش مجموعه ثاني، خصنا نفاجئوا الاراء ديال الاخوان اننا غدا ما نديروش عاوتاني من خلال هذه المنصه هذه نديروا واحد المشكل في اتجاه اخر اللي هو العقار ديالو. يعني حنا كنقول كان مجرد تخوفات كنحاول اننا نشاركها معكم، لهذا نعطيو المنصه نعطيوها التقنيه خاصه للموظفين، واش مفيده للمنتجين هما اللي كيتعاملوا معها، واش قادره اننا تفيد الحاجيات ديالهم والحاجيات ديال المواطنين الموظفين ديالهم، وكذلك المتدخلين بما فيهم الموظفين والاخوان، نحاول اننا ندير واحد تعرض لعمليه الاقتصاد والاهم عمليه كبيره في انجاح عمليه تسجيل مجالات الدراسه التسبيح، كيف على الاحصاء ديال الرسوم الموجوده في جميع الاخرين نستخدم بها سيدي الدراسه دابا تكون دار في الابليكاسيون الاولى تعداد الحضور ديال المزامين صحيح ان هذا السيد مخيم نقص ديكوراتيف، يعني حنا بين الصعوبات اللي كاينه في الوضع عند الاخوان المصلحه هي العمليه ديال الدور بلاص الرئيس والمواطن حتى كيحتاج واحد اي واحد بلاص معاه كاين نتيجه هذا باش يمكن المستخلص يقول مثلا فيما يتعلق بالقضيه الامنيه والظروف في الوقت، فلذلك فهي يجب تسكير هذه العمليه الاقتصاد افضل ما عرفتش في الاخوان الجانب الملك عليه، ولكن واش يمكننا جميعا هما وحنا في المسائل ديال التسييس أولا، في التسييس هذا هو وفي ديال السكينة، وربما تسكير كذلك في بعض الوجوه ديالات، ولكن مجموعة من السابقات في المشاهد هذا اللي لو تنشوفوا مجموعة من السابقات في بحكم المجهودات التي تبدا على جميع الاصعدة على مستوى المدينة التي في الجامعة التي تنشكر الدراسات على واحد الفيلم ديالهم في حقيقة جرى باش يعطينا يعني صورة موجهة ممكن تكون فيها مجموعة من الأشياء التي يجب تسير أكثر باش توصل للمعلومة أكثر والتي تهم لها على مطالب العمومي والإعداد وأنا أقول كيف تسويق هذا المنتوج. تسويق هذا المنتوج على أعتقد إذا كان عند الدراسات خالية يجب تكيف على مستوى بيبليسيتي بسيط بدرجة مغربية كيف إيصال هذا المنتوج إلى المواطنين من الجامعة يمكن شرحه بالموقع الرسمي للجامعة وبالحالة الوسائل التي حضر هذا الوضع حتى أن الإشعاع ديال هذا الابليكاسيون كيفاش متصل على الجامعة وكذلك المدرسات اللي المواطنين ذكرتم كذلك من هذا الأوبجيكتيف الرابعي هو تحسين المداخل ديال الجامعة وهذا هو ولكن كيف الوصول الى هذا الهدف يجب الاشتغال على تنزيل هذه الابليكاسيون بواحد الشكل اللي يكون مبسط لدى جميع المناطق والمرتفعات. المساله الاخرى هو اشرت كذلك الصعوبات، يعني بعض الاسرات الصعوبات اللي تعلمها حتى داخل المجلس من خلال النقاشات الميزانيه والنقاشات ديال الدورات العاديه والاستئناف ديال المجلس اللي هي مشكل تقع باللغه الارقام وبنظره تقنيه الى مدى تقدم وسير الرقمنه بمدينه تفلت، ويكون المشروع هو مدينه تفلت. نفتخر ونعتز بان تكون الاقلاع من مدينه تفلت ويكون الجميع شريكا في هذا المشروع، لان المشروع يقدم ويساهم جوده الخدمات ساكنة مدينة تفلت، ولكن علينا أن لا نغفل بأن هذا المشروع هذا المنتوج اللي كل الأطر تتجند من أجل إنجاحه
المنتوج لمن سيقدم. أنا من واحد جانب تنظر إلى الجانب الاجتماعي، الفئات والشرائح المستهدفة بهذا المشروع ديال الرقمنة، لأن المغاربة من طنجة إلى الكويرة يسعون إلى تجويد خدمات جميع المؤسسات العمومية والشبه العمومية. اليوم التساؤل مطروح، هاد الناس اللي غنقدموا لهم هذا المشروع هل هم في مستوى تطلعات مشروع الرقمنة داخل هذه المؤسسة؟ بالإضافة إلى ذلك، لأن المواطن المغربي الآن أصبح يعني الترسانة القانونية المرصودة، قوانين التنظيمية المحدثة والمعدلة، أنها أصبحت تشكل عامل مباغتة للمواطن. لا، شنو العنوان هو ريستور المغرب؟ لي تبنى عنا معطيات، نيجة المعطيات نجد من الجماعة هنا بالموقف وضوني على أساسها تم تقييم ديال هذا الريستور المغرب. إذن دابا شنو هو ليليمون سونترال؟ يعني السؤال المركزي هنايا هو ليدونتيفيكاسيون دي كونتريبيون اللي يمكن ليه هو عليك يتبنى عليه هذا الريستور المغرب اللي خصو يوقع على الاستخلاص. إذن كيفاش غنوصلوا هذا اللي ايدونتيفيو لو كونتريبيون؟ جا في التدخل ديال الدراسات عطانا واحد الرسوم جويدي كيفاش نستعملوا القانون، عطانا التطبيق المعلوماتي كيفاش نخرجوا المعلومات، ولكن كيفاش نوصل المعلومات؟ و 80% ديال لي كونتريبيون كلهم كيدوزوا من الجامعه. وبالتالي يعني هذا موضوع اللي عند الجامعه اللي نستعملوا عليها اولا باش يمكن الناس تخلصوا هذه الفلوس. اللي عندنا واحد المشكل طرا عليه هو الترونسفير دو لا بروبريتي. هذا الترونسفير دو لا بروبريتي اللي ديما حنايا كطرف رئيسي فيها، اللي الناس ديما كتجي كيجيبوا ليهم باش يكون نازل شهاده اداريه بان السيد راه هي الدار ديالو، راه خصك انتقلت من فلان لفلان الى اخره الى اخره، دائما كاين مع القباطه مع الاخوان الطلبه. هذا المشكل كيطرح به الدار ونسبه المواطن، يمكن الناس اللي باغي يتخلص ولكن ما كاين ما كيتيسر ليهاش الامر باش تخلص. ان التقنيات هي اللي خصنا نشتغل عليها، ماشي على القانون، القانون نعرفو راه باهي، ولكن التقنيه ديال الناس كيفاش يتعاملوا باش يوصلوا للكونتريبيون كاين الله يخلص، ولكن ما كيسرليش نسدوا الطريقه ولا كيفاش كنا باش نسهلوا عليه الاموريه باش يمشي يخلص.